إياكم في خير، ويجعلنا وإياكم، وأنا أوصي هذه الدعوة المباركة أن تقول دائما: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. فإذا نزل لك البركة والقبول حقيقة أنت من السعداء. تقديم مبارك، تعليق من الأخوة جميل، ونسأل الله أن يكون هذا الفضل ممن تعمنا فيه نعمة الله سبحانه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الله يجعلنا من الشاكرين، وأن يبارك في هذا اللقاء، ونشكر حقيقة من يتابعنا ويدعو لنا ويوجه لنا النصيحة سواء مباشرة أو غير مباشرة. فما نجح إنسان إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم إخوانه المشاهدين وغيرهم. والحقيقة دائما في العزاء، يعني مما وجه لها العلماء دائما، العزاء ليس له وقت محدد. كل ما رأيت صاحب المصيبة يعني ينتابه الحزن أو ينتابه ألم الفراق فتعزيه. فأنا أجدد أيضا التعزية لشيخنا الشيخ محمد في فقده لصديق عزيز ويعني وقريب لقلبه الشيخ عمر العيد. يعني كان مع الشيخ يعني صحبة طويلة أكثر من 40 سنة، فأسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه إلى جنة النعيم. اللهم آمين. حقيقة فقيدة، لكن نرضى بما قضاه الله وقدره، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والذي يفرحنا أن رأينا ورأيتم ما قدم إليه الشيخ. كنت وإياه منذ تقريبا شهر ونصف أو أقل من ذلك في أبها، وكنا قبله من زي ما تفضلت 40 سنة. كان الزواج متقارب، وكان أبنائي وأبناه متقاربين، كنا نذهب مسويين الصباح إلى المدرسة. الله أكبر. وعشت مع الشيخ في رسالة الدكتوراه، كنا نسهر ونحضر أموره بين المكتبة أشهر عديدة. من يعني أشياء اللي حقيقة أفتخر بها أن لما حررت الكويت، وهذا سهم من سهام هذه الدولة المباركة، طلب بعض طلبة العلم لي بعد ما رجعوا أهل الكويت لبلادهم، فالدولة وفقها الله رشحتنا مع الشيخ، ذهبنا استقبال رائع ولقاءات مع الناس وتهدئة الوضع. فهذه يعني بذرة من بذرات الخير الكثير لهذه البلاد المباركة. سافرنا معه، رأينا معه، شاهدنا معه، لكن كان جزاه الله خير رحمه الله يعني يفرح بلقائي في بيتي. حتى أنه يقول لي ولدي، يعني بعد ما توفي الشيخ، قال: تذكر يا أبوي يوم الشيخ عمر يجي وقف السيارة عند البيت ونزل حتى ما عليه شماغ من باب المؤونة اللي نجلس؟ كان يقول: يا فرح بجيك بس يجي أحد. فكنا نتطارف أنه وياه وأبنائي الكلام، وحريص حريص جدا على يعني الصلة والبذل. وكان عنده استراحة قريبة منا، قال: ودي أحط فيها. فهدينا له 4 نخلات لعلها تستمر بإذن الله مع أبنائه، نخلات بسيطة. كان حريصا عليها، يتصل علي: شوكت؟ متى ألقح؟ متى كذا؟ كان حريص حتى على النخلة أنها تنمو، على الصغير. فمهما قلنا يعني، فالحمد لله مات غيره كثير يعني. وأنا أذكر نعم، وأنا أذكر لقاء أو كلمتها التي وجهها لنا بعد وفاة الشيخ عبد الله السويلم من 2 شهر وكذا، ومسجلة عندي، كأنه يتكلم يقول: أن وراك يا شيخ عبد الله. الله المستعان. كلام يجر بعضه بعضا. الحمد لله. وما عند الله خير خير للأبرار. ما عند الله خير، وقدموا إلى خير. ودائما إن كعقيدة مسلمين نقول: من قدم على هذا الكريم فيبشر بخير. وبنلتقي إن شاء الله كلنا مع والدينا وأحبابنا، كلنا بنلتقي إن شاء الله في جنات النعيم. دائما المجالس الطيبة